وسهلا بكم مشاهدي قناة الموصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نجاح، البرنامج الذي سلط الضوء على الطاقات الشبابية في مدينة الموصل للتعرف على أعمالهم ومشاريعهم. قبل أن نتعرف على ضيفتنا لهذا اليوم، بإمكانكم التواصل على صفحة الفيسبوك قناة الموصلية، ولمن يرغب بإعادة الحلقة كاملة المتابعة على اليوتيوب قناة الموصلية. اليوم ضيفة الحلقة ضيفة مميزة استطاعت أن تنحت اسمها في مجال التكنولوجيا والمعلومات بكلمات من الذهب بين الخوف والطموح، لكنها سهلة. خلينا نشوف البورتريه التالي حتى نتعرف أكثر على الضيفة. رائد محمود الشاكر 1987 بكالوريوس هندسة حاسبات، دبلوم إدارة أعمال ودبلوم لغة إنجليزية من جامعة أمريكية، وحاليا طالبة. بدأ 2017 بعد التحرير مباشرة بشهر الخامس. يمكن بالبداية ضعف الجانب الإداري، اختيار المكان بما يناسب إنه البنت تشتغل بينه. شنو هي أحلامك شنو تطورين المشروع بالمستقبل؟ جامعة أمريكية بالموصل أو بريطانيا. اهلا بيك ست رغد، نورتينا بالبرنامج. اهلا وسهلا بكم، كل اهلا بكم، شرفتونا. عايزة تتحدثين بمجال تخصصك الاكاديمي. انا مجال تخصصي هندسه الكترونيات قسم حاسبات ومعلوماتيه، موظفه بجامعه الموصل، وحاليا طالبه دراسات بتخصص ديب ليرنينج، يعني ذكاء صناعي مع ديب ليرنينج. طيب أريد تتحدثين عن شلون بديتي انت مرحله الدراسه لحد ما وصلتي لانجاز هذا المشروع. شوفي بدايتي أنا مثل بداية الكل، يعني أنا بلشت سادس إعدادي، طلعت معدل 92-93، ما كان عندي رغبة أو هدف كلية معينة، فداومت هندسة الإلكترونيات قسم حاسبات ومعلوماتية اللي حاليا هي جامعة نينوى. بديت الدوام الاعتيادي بالصف أول كلية، كانت ما عندي هدف معين أو رغبة معينة، محاضرات اعتيادية، إلى أن كانت بوقتها ظهر لي منافس، وأنا متعودة أنه دائما من أكون منافس خلاص يعني لازم أدرس. فكان وقتها أخذت قرار أنه أنا بمكان ما أدرس على مدى بس أنجح من الهندسة مثل ما الكل يعانون بالهندسة، خلاص أنا هدفي أنه أطلع من الأوائل، وفعلا خلصت الهندسة أنا من الأوائل. المفروض أنه مسار الطبيعي أنه الأوائل الكليات نتعين، ولكن شاءت الظروف أنه تأخر تعييني تقريبا سنتين. شنو هو السبب اللي كان؟ تأخر الدرجات الوظيفية، يعني نحن تقريبا سنتين تأخر درجاتنا الوظيفية. هاي بأي سنة؟ 2009. فبلشت بلشت ادور على شغل، كانت اكثر شيء على ارض الانتقاد انه اوائل الكليه اصبروا لانه راح تجيكم التعيينات. بس ما انتظرت، بلشت بشغل، كانت اول وظيفه حصلت عليها هي مدرسه بثانويه، ثانويه بنات اهليه. ف يعني همي ما كان الموضوع سهل، لان عارفين انا هندسه حاسبات. يعني ما كان بطموحك انت؟ شوفي ما كان بالطموح، وانما كانت انه انا ما عندي طريقه تدريس. أنا كنت شاطرة بمجالي، أنا قلت كلية بمجالي بس ما هندسة حاسبات. لكن مع الإدارة مع التوجيهات والمشرفة وهالتفاصيل مشيت أموري. خلال شغلي بالثانوية بديت أستثمر جزء من الراتب اللي أحصله بالمدرسة وأدخل كورسات، فأخذت كورسات بتصميم مواقع، تصميم جرافيك، حتى تصوير. يعني اشتغلتي حتى تطورين من ادائك وتطورين من طموحك ايضا؟ بالضبط، انه اشتغلتوا عشان تعرفين احنا سي في لازم تقوي السي في حتى تقدر تشتغل. فانا المعلومات اللي عندي بهذاك الوقت كانت تاهلني انه اشتغل مدرسه، ما ازيد من هذا الشيء. فبديت اشتغل على نفسي، بديت اشتغل على نفسي بفقره يعني عشان اقوي السي في، فاخذت دورات مختلف الاختصاصات.
فذاك الوقت تعرفين من تقوي السي في تعب على شيء تحصل نتيجة. اشتغلت مصممة مواقع بشركة لاماركان. هاي لين يعني خدت الشهادة وبديتي يعني بدأت تستوي عندي معلومات عن مجالي. يعني أنا مثل أي خريج تعرفين إحنا خريجي الكليات من يطلع وعنده شهادة جامعية، ولكن المعلومات اللي أخذها بالشهادة الجامعية ما تأهله إنه يشتغل. يعني هاي كلتنا نعرفها أنه لازم تتعب على نفسك تقوي معلوماتك بسوق العمل. فلهذا يعني بديت أقوي سي في وبديت أشتغل، فحصلت شغل بشركة لتصميم مواقع، وبدت من هون بدت القصة أنه من شركة على مشروع خاص وهالتفاصيل. طيب أنت طورتي خلال فترة داعش لو بعد داعش؟ هذا اللي حد الآن نحن كل اللي ذكرت لك هو نحن بعد ما جت موجود داعش. طبعاً في ذيك الفترة نفسها أنا بعد كنت أشتغل بشركة لامار مدارس الأهلية، وطبعاً ظهرت عيني، أنا متعيني بجامعة الموصل، فكانت أكثر نقد يقولوا لي إنه راتب الجامعة تعرفين نحن أعلى رواتب، يعني المفروض إنه المجتمع راتب الجامعة على رواتب، فكانت دائماً يقولي ما مكفيك شغلك، ما مكفيك راتب الجامعة، ليش هتشتغلين بأكثر من مكان؟ فيعني كنت لا مستمر. هاي كله قبل داعش، يعني قبل يعني عشان أقول سقوط الموصل. احنا نعرف انه دخول داعش والحصار اللي صار على اهالي الموصل، انت استثمرتي هذا الوقت حتى تنمين موهبتك؟ ايه شوفي بالنسبة لي قبل داعش قلت لك انا اشتغل بثلاث مكانات. نعم. فاللي يشتغل بالمجال وعنده اكثر من شغلة ما يكون عنده وقت يطور نفسه. نعم. يعني يكون عندك عدة اهداف، انه مثلا اريد اتعلم هاي البرمجة واريد اتعلم هذه اللغة واريد اتعلم هذا الشيء، ما عندي وقت اللغة. نعم. بداية داعش أنا مثل كل الناس كانت عندي سالفة إنه اليوم وغدا ينتهي، اليوم وغدا تنتهي، فتقريبا أول ست شهور أنا كل شيء ما عملته لأنه أنا أنتظر إنه تنتهي هاي المرحلة. بعد الست شهور لا بديت إنه كنت جمعت عندي دروس تعليمية بهارد، فبديت أستفاد منها. تقريبا خلال فترة داعش أنا تقريبا 10 لغات برمجية تعلمته. نعم. وبهذاك الوقت هي بدت مشروع، بدت فكرة المشروع إنه أنا ليش أشتغل بشركة، ليش ما أنا أفتح مشروعي الخاص. فبديت أشتغل على السكريبتات اللي أستخدمها يعني بالشركة. يعني مثل ما معروف تصميم المواقع أكو باك إند وفرونت إند، فكانت أنا مرتبطة دائما مع الشركة بالباك إند، فقمت أشتغل على هذا الموضوع إنه يكون عندي سكريبت خاص بي، يكون عندي كل الشغلات اللي أحتاجها تكون خاصة بي. ومع ذلك عندي واهس بالديزاين، فتقريبا بعصر داعش خلصت تقريبا ما يقارب 11 كراسة للأطفال، يعني مع التنزيل خط للأطفال كانت كلها بعصر داعش. ايش قد كنت تستغرقين من الوقت حتى تدرسين او تاخذين من المهارات اللي تحدثتي عنها الديزاين؟ ما شرط ساعات، مرات كنت اشتغل 4 الصبح 5 الصبح حتى اخلص برمج شيء معين، يعني ما بين 6 ساعات 7 ساعات باليوم. كانت هذا الشيء تعرفين يعني يشغل وقت، ما كان ما تلتهم بالتاثر بالمحيط وايش حيصير مع ايش حيصير خارج البيت والضغوطات اللي موجوده بذاك الوقت على كل الناس اللي عانوا بالموصل. كانت يعني مركزه بالدرس ازيد، يعني فكانت تشغل وقتي وتعطيني طاقه ازيد. رغد، بما انه انت كان عندك وظيفه خاصه، طيب ما خفتي من خساره المشروع؟ شوفي انا كنت اشتغل اتركي مثل ما سوبرفايزر بمدارس الفردوس. نعم. كسوبرفايزر تقني مثل ما اقول حاسبات. نعم. تصميم المواقع يعني من حسن حظي انه انا المكانتين اللي اشتغل بيهم. نعم. يعني سواء بشركه لامار كان احمد كلش سبورتيف لي، يعني انه اوكي يعني اشتغلي وبلشي وخلص يعني ما ضدي، ونفس الشيء مدارس الفردوس يعني دائم وغاي، يعني حتى هسه تعرفين احنا بسوق عمل، فمن يصير عندي مطبات او ضائقه ماديه انا ارجع لهم هم يسندوني. يمكن هذا الشيء اللي تعلمتونه منهم انه يعني هذا الحافز اللي انه انا الناس اللي اشتغلتوا معهم وقت ما بلشتوا انا دعموني، يعني دعموكي معنويا، دعموكي اذا صارت عندك مطب. تعلمتوا هذا الشيء نفس الشيء مع اللي يشتغلون معي هسه حاليا، فلهذا دائما من احد يقدم او يطلع له شغل افضل لا انا معك يعني ما ضلك، يعني هم ساندين مثل ما لانه انا ساندت بالبدايه. انا يعني الناس اللي كنت اشتغل معهم بالشغل الخاص ما وقفوا ضدي، يعني انا يعني كانوا يعني معي منافسين لك، بالعكس يعني كانوا سبورت لي. فيعني لهذا دائما هاي السالفه تعلمتها منه انه ما اقف مع اللي يريد يبدي مشروعه وهالتفاصيل، ما اقف ضده. طيب خبرتك بالتكنولوجيا هذا كان حافز انه يطور مشروعك اكثر؟ اي شوفي انا اصلا اول ما بديت المشروع بديتونه بشركه تصميم مواقع، ولكن بما انه انا قبل داعش كنت اخذ كورسات كثير، كنت اشارك بدورات كثير، ونفس الشيء المعلومات اللي اخذتها خلال داعش واللغات اللي تعلمتها
يعني جت ببالي فكرة إنه أنا يعني ليش ما أفتح مركز تدريب؟ يعني أنا عندي هاي المعلومات، يعني مثل ما يقولون رأس مالي بعقلي. نعم. ليش ما أفتح هذا المركز؟ فأكيد يعني المعلومات اللي عندي والخبرة اللي عندي هي اللي ساهمت بفتح هذا المشروع. ولحد الآن شوفي أنا المكانات اللي اشتغلت بها كنت مصممة وسوبرفايزر، يعني يعني تقني، يعني مثل ما يقول المشاكل للصيغ. لحد الآن الشغلات اللي تعلمتوها بشغلي هي تمشيني بشغلي، يعني مكان ما أنا أحتاج أروح أجيب ديزاين عندي يشتغل عندي أنا شغلاتي أتقامله، مكان ما يصير عطل أروح أجيب شخص أنا أعرف الشغلات إيش نعمله، موقع يعني أحتاج أنا طورتي نفسك بنفسك. إيه يعني وحتى بشغلي هسه هو مركز تدريب، ولكن الشغلات الإدارية أو الشغلات اللي أحتاجها أنا الشغل اللي اشتغلته عند العالم استفدته زاد أكثر الشغل. بالضبط إنه أعرف أمشي شغلي. طيب من خلال مجال التخصص اللي أنت تحدثتي عنه التكنولوجيا أنشأتي عدة مواقع للمنظمات. هذا الحكي قبل داعش ممكن أشتغل بشركة لامار، ما منظمات وإنما دوائر حكومية. شنو اللي صممتي موقع ويب سايت، يعني الموقع الويب سايت الخاص من يعني المؤسسة لكل مؤسسة دائرة حكومية. طيب إيش قد تقيمين الديزاينات اللي سويتي أنت بالبداية هسه عن هسه؟ لا أكيد مبتدئ، يعني تعرفين هذا الحكي قبل 10 سنين، يعني هسه عن يعني انت بمجال التقنيه تحتاجين دائما تطورين نفسك بالذات بمكان البرمجه. يعني تعتبري بدايه؟ كان طبعا بدايه صحي. طيب ايش قد تقيمين من 20؟ 10 يا دوب 10 عن هسه. حاليا عندك ويب سايت يعني غيرتي من المواقع اللي حاليا هسه؟ حاليا انا بما انه انا طالبه انا طالبة دراسات فما كلش عندي وقت انه استلم شغل من احد، يعني يا دوب اداره المركز مع اركينسا والاكاديميه ما عندي وقت استلم تصاميم مواقع لانه تاخذ وقت، فيا دوب مشروع التخرج مالتي والمركز. طيب بالنسبه للقطاع الخاص ايش اكتسبتي منه؟ شوفي قلتي انه اشتغلتي ديزاين واشتغلتي داخل مدرسه، شوفي شوفي بالنسبه للخبرات اللي تعلمتها اول شيء انا بلشت الشغل قلت كنت اشتغل بمدرسه الفردوس فتعلمت الشغل الاداري من عندهم. نعم. بالاضافه الى انه هي دائما كرييتيف، دائما اكو شيء جديد، فيعني حتى البرامج والشغلات اللي تعلمتها والدورات اللي اخذتها كانت بناء على حاجه المكان. مع هذا الاداريات يعني انا من شغلي والاداريات انا تعلمتها منهم، يعني اشلون مثل ما هي مؤهل وشخص انه يطلع يشتغل. بالنسبه للشغلات التقنيه تعلمتها من يعني التطوير الدائم، انه انت لازم دائما تسعى دائما اخر شيء عندك من لامار. اما شغلي الخاص اللي اشتعلمت يمكن تعلمته طولة البال الصبر، يمكن احنا بشغلنا بينه كثير مطبات بما انه هو العراق كله بينه مطبات كثيري فلازم تتحمل لانه ما دائما الشغل بيرفكت. يمكن للتسويق شلون اسوق للناس، شلون اسوق لمشروعي، شلون تتعاملين مع الناس اللي يستفزوكي، هاي تفاصيل يعني. سترغد راح نرجع نكمل حديثنا بس راح ناخذ جوله تحكينا عن اكثر عن المركز ونريد نعرف تفاصيل شنو هي المركز. تمام تفضلي معي. المركز هو مركز تدريب، يعني نحن نعطي كورسات بمختلف المجالات، يعني سواء لغات سواء حاسبات مثل ما يقولون كاباسيتي بيلدينج او بناء قدرات. وبالاضافه الى انه عندنا دبلوم اللغه الانجليزيه هو جامعه امريكيه حكوميه. الدبلوم هو 5 مستويات يداومون الطلاب تقريبا سنه كامله ياخذون كورسات مال اللغه بالضبط ما تفرق عن الطلاب اللي يدرسون بامريكا. كل كورس ايش قد يستغرق عندكم؟ الليفل الواحد يطول شهرين تقريبا. الليفل الواحد يطول شهرين، يعني يداومون دوام يوميا 4 شعب. حاليا يبدي دوام الجامعه الامريكيه من 4:30 العصر. بالإضافة إلى أنه عندنا حالياً هسه وكالة جديدة واعتماد جديد من أكسفورد بريطاني أكاديمية. نعم. بريطانية همين نعلن عن كورسها بس بعد ما بلشت. طيب إيش قد أنت قلتي لي أنه تستغرق شهرين؟ الليفل الوحيد يطول شهرين ولكن الدراسة كاملة سنة كاملة تقريباً. بالنسبة لدورات المحادثة تعتمد على مستوى الطالب، يعني يختبر الطالب نحدد المستوى مالته ونفس المجموعة اللي نفس مستوى إنه يبلش معاهم. كم مستوى عندكم حالياً؟ 5 مستويات للكبار و5 للأطفال. أريد تتحدثين عن الشهادات اللي أنت حاصلة عليها. شوفي اكو مال دبلوم اللغة الإنجليزية الجامعة الأمريكية، اكو إدارة الأعمال من الجامعة البريطانية، اكو تصميم مواقع سيسكو، ما كلمة ذكرهم لأنه كل شهادة عن الشنو تعتزين به دائما. أركينسا لأنه جديدي هاي آخر واحدة يعني.
اعتقد لغتك الحاليه بيا مستوى انجليزي؟ يعني يمكن بيرفكت لانه انا درست بجامعه اركنسو، يعني نوعا ما. بس شوفي، اللغه دائما تحتاج ممارسه. نعم. يعني دائما احس انه انا الشهر اللي ما استخدمته بينه اللغه كثير كحكي، يعني كسبيكينج، احس لا تتباطأ. اما الايميلات لا، لانه يوميا يعني لازم. بس يعني نوعا ما يعني كلش مليحه. طيب هذا المركز تمويل ذاتي ام حصلتي من قروض من مصارف؟ لا لا، يعني كانت كله تمويل ذاتي. يعني شوفي، هو بدايته كان كلش بسيطه. بدايته كانت شقه وحدي غرفتين، بس بعدين بعد يعني كل سنه عن سنه يتطور ازيد. فلا، ما عندي اي دعم من اي جهه ولا عندي اي قروض او هاي التفاصيل، يعني كله يعني من عندي. طيب طبعا تجربتك انه انت اول فتاه بالتصميم الرقمي بالموصل، تعتبري هذا احتكار طبعا للرجال يعتبروه؟ فانت اريد تشوفين شلون هاي التحديات والتجربه هاي اللي واجهتيها، خاصه اكو منافسين لك داخل الموصل. شوفي، انا اول شيء كنت اشتغل مع تركي مع لامار تصميم المواقع. لامار شركه كبيره والناس اللي بيها يفتهمون، واللي معي اصلا رجل يعني. فمثل ما قلت لك، انا ما واجهت صعوبات بمجال انه رجل ومراه وهالتفاصيل بتصميم المواقع، لانه اللي معي كان سبورتيف وهو رجل. يعني ما كان يعتبرني منافس، بالعكس هو يدعمني ويوجهني وهالشيء الغلط وهالشيء الصح. يمكن اللي واجهته كصعوبة بين رجل ومرأة بفتح المركز، اختيار المكان، لازم تكون واضحة حتى بنات يفوتون عليها، شلون تشتغلين بالمجموعة، هذا الحكي مال شلون بنت تفتح مشروع بدايته. عادات وتقاليد المجتمع. بالضبط بالضبط. انت تعديتي هذا الشيء طبعا. يعني شوفي، هي دائما خوف الأهل، يعني خوف الأهل يظل موجود. مثل ما تحدثت انه هي عادات وتقاليد، طيب ردة فعل الناس شنو؟ شلون هذا المشروع وشلون اقبال الناس لهذا المركز ايضا؟ شوفي، اي مشروع من يفتح بالبدايه يكون بطيء، يعني ضعيف، بس شويه شويه العالم من تجي وتستفاد، وهذه تبدي العالم تتعرف عليك وتساعدك. بالنسبه للمكان اللي نحن موجودين بها، يعني كل اللي قدام داغتنا هي اغلب المشاريع رجاليه يعني، او محلات تجاريه، لانه المكان تجاري المجموعه الثقافيه. الدومداغاتنا يعني يساعدونا، يعني إذا صاعدنا خلل، إذا صاعدنا مشكلة، هذه لا. يعني أكو دعم من المجتمع. إيه يعني يساعدون. بالإضافة إلى إنه ما بس المحيط اللي نحن المجتمع هون اللي نشتغل، رجال وشباب. نعم. الكل عائلة وحدي، يعني إذا صار شيء، يعني أنا الأولاد الموجودين أعتبرهم مثل أخوتي أو أولادي، في يعني أي شيء يصير هي يساعدون، هي يعملون، هي يصلحون، يعني ما نحتاج نجيب شيء خارجي، لأنه هي من يعتبرين المكان مكانهم. فلهذا من قلت لك انه احنا مثل الشيء اللي انا تعلمتونه بالشغل اللي اشتغلته بالقطاع الخاص، انه ما اقف ضد اللي يشتغل معي، نفس الشيء هوني. طيب من ناحيه الاهل، الوالد ساعدك وانطاك الدعم اكيد؟ شوفي، بابا يمكن اكثر شخص احسه تعبان بالمكان، من ناحيه انه بابا صار عندي عطل، بابا فلان شيء صار، بابا تعال فلان شيء، بابا يجيني مصلح، فيعني ايه خطيه، يعني بابا تعبان بالموضوع. يعني ساعدك ويدعمك بهذا الشيء. ايه انت عارفين، شوفي نحن ايد وحده ما تصفق، ولا تفتح مشروع بوحده، فيعني لازم الاهل يكونوا وراكي، يعني لازم من يصير شيء يتحملون، بابا عندي مشتريات فلان شيء تعال اشتغيها. فيعني خطي تعبان بهذا المجال، يعني دائما يكون هو المساهم. يعني شوفي، ما مساهمه ماديه، وانما مساهمه يعني اشون دعم. يعني انا ما يعني مثلا ابسط شيء، اروح اشتري سباله قبل انا اللي اروح، يعني اكيد بابتي يروح او والدي يروح. نفس الشيء ماما كل يومين هوني، فكان حافظ. قلت لك اكثر شيء المكان اللي موجودين هوني، حتى الناس اللي تشتغل هوني ما اعتمادهم الكلي على شغل المكان، قد ما صير انه عائلي ازيد، فالناس تعرف ناس ومن هالتفاصيل، فمتونسين بالمكان ازيد ما انه هو الشغل بس. تتراغد كيف يصير المشروع خاصة في ضد جائحة كورونا؟ بداية الجائحة نحن توقفنا تقريبا سبع إلى ستة أشهر، لأنه كانت تعليمات الحكومة أنه أي تجمعات ممنوعة، المدارس، المعاهد كانت كلها متوقفة. بالإضافة إلى أنه كلنا كنا بحالة خوف، لأنه تو تبدت الجائحة بالمدينة، نخاف على أهلنا، نخاف من العدوى. نعم. لكن بعد من بدت شوية ترجع، بدينا تعقيم يومي، تعفير يومي، كمامات. لحد الآن كلش نحاسب على الكمامات بالقاعات. بالإضافة إلى التباعد، يعني كنا مثلاً 20 طالب بالصف، لا هسه حالياً 6 و7 و10 لحد الآن مستمرين بهاي الوضعية. بس مع طبعاً إجراءات السلامة. مع إجراءات السلامة يعني مستمرين. طيب رسالتك للشاب الطموح أو الشابة الطموحة داخل مدينة الموصل، إذا تريد تفتح مشروع، شنو هي رسالتك لها؟ شوفي، أول شيء أنا ما أنصح فتح المشروع مباشر، يعني أول شيء اشتغل بمكان مشابه لك، أو يكون عندك خبرة تواجه سوق العمل وبعدين بلش، يعني يكون عندك خبرة علمية وعملية. يعني من نحن نبلش شغل بشركة معينة أو قطاع خاص على مود نكتسب خبرة عملية.
ما بس الشهادات ولا بس بالكورسات اللي ناخذها، لانه سوق العمل مختلف عن الشهادات. فاول شيء يعني لا تبلشوا مباشره اذا ما تكونوا دارسين يعني الموضوع. خبره خبره لازم يكون خبره. انا قلت لك انه من اشتغلت مكانات انا اكتسبت خبره من عندن. بالإضافة إلى أنه يعني يشتغلون يكتسبون خبرة، بعدين بلش مشروعك. المشروع لازم تصبر علينا، يعني يمشي يقف، تواجه مطبات، الوضع الاقتصادي اللي نواجهه بالمدينة كله تتأثر أنت بينه. فماكو مشروع يستمر 100% دائما. طولوا خلقكم، طوروا نفسكم، ودائما حاولوا تجيبون شيء جديد. يعني لا تجيبون دائما شيء مثل موجود، مثلا فلان شيء نجح أنا أجيب مثله، لا، دائما شيء جديد حتى يكون ينجح مشروعك. ست رغد احنا نشكرك على حضورك وشكرا لك طبعا اللي واتمنى لك ان شاء الله الموفقيه والنجاح الدائم يا ربي، وان شاء الله نشوف جامعه وليس مركز ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا لكم، شرفتونا. شكرا لك ست رغد، اتمنى لك ان شاء الله الموفقيه والنجاح الدائم. شكرا لك. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. شكرا لك. وهنا وصلنا لختام قصة نجاح. نلقاكم في حلقات قادمة. نستودعكم بالله. إلى اللقاء.